السلام عليكم. مقرات حزب الإصلاح في مرمى الحرائق مجددا، لكن هذه المرة في العاصمة المؤقتة عدن، ومن قبل جهات على خصومة مع السياسة، وإن كان بعض منها ضمن مكونات النظام السياسي الجديد. يبدو حزب الإصلاح ومؤسساته المدنية بين عاصمتين وحالتين تختلف في الزمان والمكان وتتفقان في المسلك ذاته. في العاصمة صنعاء لحظة الانقلاب تم الاعتداء على مقراته ونهبها وتحويلها إلى أنقاض، وتم اختطاف الآلاف من كوادره. تتكرر الحالة ذاتها في عدن التي يبدي فيها حزب الإصلاح مرونة غير عادية ومزاجا سياسيا يقظا، يحاول أن يجاري المزاج الموجه ضده بشيء من التعقل كي لا يكون الخصم المتوهم، والتي يراها كذلك كما تقول بياناته السياسية. شيطنة الآخر، هذا ما يلوح في الأفق بعض الأطراف في عدن التي كانت الحاضن للحركة الوطنية الحديثة في نشأتها الأولى قبل أن تتحول إلى حالة احتقان ضد ما تبقى من هامش الحالة السياسية في البلد. فهل حرق مقرات الأحزاب السياسية مقدمة لحرق التعددية السياسية في عدن المتعددة والمتنوعة؟ وما انعكاسات وآثار هذه المعارك الجانبية على المعركة الكبرى لاستعادة الدولة، خصوصا أن الجميع يخوض معركة واحدة ومصير واحد؟ مشاهدينا الكرام، نحاول أن نجيب على هذه الأسئلة في حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فأهلا بكم وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عدنان العديني، نائب رئيس دائرة الإعلام في حزب الإصلاح. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ عدنان. قبل أن نبدأ الحلقة، دعنا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. احرقوا مقر حزب الإصلاح في عدن من قبل مجموعة مسلحة أضرمت فيه النيران ولاذت بالفرار. حدث يبدو عابرا لولا أن جاء بعد سلسلة من الاضطرابات السياسية، من بينها قرارات التغييرات الأخيرة وما أعقبها من حشود تمخضت عن ما عرف بإعلان عدن. يبدو أن الإصلاح في عدن لم يشفع له بيانه الذي أعلن فيه إسناده الكامل لإعلان عدن وما عرف بالمكون السياسي الجنوبي، كما لو أنه كان يدرك جيدا أنه الصيد الأول في شبكة الشمولية الجديدة التي تتبلور في الجنوب على مفرقة من فوضى وحريق. شيطنة الإصلاح لافتة رفعها الحوثيون وحليفهم صالح لحظة اجتياح صنعاء، ومن بعدها أسقطت البلاد برمتها. هي اللافتة ذاتها التي ترفع الآن في الجنوب وتحمل بذور أجندة محلية وإقليمية تلوح في أفق اللحظة اليمنية الراهنة. تتكرر المشاهد في معادلة الصراع إذن، وهي تبدأ باستهداف الحالة السياسية كتمهيد لإسقاط الدولة وشرعيتها. متابعون يرون أن ثمة أطرافا بعينها تسعى لخلق زوبعة أمنية في عدن وشيطنة الآخر، بل والدخول في معارك جانبية تلقي بآثارها بالغة السوء على المعركة الكبرى، خصوصا أنها معارك في أرض وإدارة الشرعية وتؤثر في المعركة ومصيرها في مواجهة تغول ميليشيات الحوثي وصالح. الصورة القاتمة تشير إلى أن عدن التي تعاقب عليها 4 محافظين منذ تحريرها مقبلة على فترة حساسة إذا لم يتم التقاط الفرصة الأخيرة وتشخيص مكامن الخلل من قبل الدولة المعني الأول والأخير بما يجري. ضبابية الدور الإماراتي في اليمن كما يراه مراقبون وصل حد تفسيره بالازدواجية، فما بين دعم الشرعية في استعادة الدولة من فك الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانياً وبين دعم فصائل الحراك التي تلتقي فيها مع أجندة طهران، تثار أسئلة وتتجلى حيرة. إلا أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي المعنيين بالدرجة الأولى بطبيعة ما يجري لم يتخذا حتى اللحظة أي إجراءات من شأنها الحد من المعارك الجانبية التي تنمو على حساب المعركة الأساسية، وهو ما يراه الشارع اليمني قصورا تجاه استعادة الدولة ومواجهة النفوذ الإيراني الذي يرى في هذه الثقوب فرصة للعودة مجددا عبر أدوات قديمة متجددة. إذن مشاهدينا الكرام، نعود إليكم ونبدأ نقاشنا معك أستاذ عدنان. بداية الحمد لله على السلامة، ويعني نود أن نسمع منكم الذي حدث بالضبط. الذي حدث أن مقر التجمع اليمني للإصلاح في مدينة كريتر في عدن تعرض في فجر الأمس إلى عملية إحراق. مجهولين هجموا على المقر وأحرقوه ومن ثم غادروا هربوا. يعني
تجمع اليمين للإصلاح هو حزب سياسي، من الطبيعي جدا أنه لا يستطيع في أن يقبض على أن يحمي مقراته أو أن يدافع عنها. نعم. ليس ميليشيا، ليس حكومة، ليس سلطة يعني، وهو حزب سياسي. أكثر ما في الأمر أن هناك حارس يكون في المقر يعني في فجر اليوم يعني. أي نعم. وتم سبق لهذا المقر أن استهدف من في 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 العام الماضي من قبل مدرعات يعني مجهولة أيضا، جاءت واستهدفت المقر وحاولت تفجيره أيضا. مدرعات يعني افترض أنها لا تكون مجهولة يعني، هذا افترض أنها نعم مجهولة. هي مدرعات ولا تمتلكها إلا أجهزة أمنية وعسكرية. عموما الموضوع ليس استهداف مقر التجمع اليمني للإصلاح، بل هو استهداف الحالة السياسية اليمنية. ولكن لماذا حزب الإصلاح تحديدا؟ يعني ربما هو متهم منذ 2014، إن لم يكن من 2011، أنه هو من أخرج الشباب، هو من قام بالثورة، هو في 2014 أيضا هناك تهم كثيرة، إلى أن يعني حاليا في أكثر من تلميح، هناك إشارة لحزب الإصلاح أنه من يقوم بالوقوف ضد العملية السياسية خاصة في عدن، يعني توجد هذه التهم. في الحقيقة التهم قديمة، وكان أول من أطلقها علي عبد الله صالح. نحن لنا الشرف الكبير في أننا قاومنا علي عبد الله صالح، صحيح أننا تحالفنا معه في يوم من الأيام، لكننا قاومناه وقاومنا مشروع التوريث لمدة ربع قرن، ونافسنا علي عبد الله صالح في الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية على رأس هرم السلطة اليمنية، وهو الذي أطلق كل هذه التهم التي أو معظم هذه التهم التي يروجها كثير من الناس حاليا. علي عبد الله صالح التجمع اليمني للإصلاح له موقف مبدئي من التوريث، سواء التوريث الذي يعني التوريث السلالي والإمامة أو التوريث الأسري وحكم المنطقة. نحن نذهب باليمن أو نريد أن نذهب باليمن نحو دولة المواطنة. دولة نعم. المواطنة يحق لأي مواطن أن يصل إلى رأس السلطة بكل يسر وسلسة، ولا تصبح السلطة حكرا للمستقوين بالسلاح أو للمستقوين بالسلالات وعراقة الأنساب. وبالتالي هذا الأمر جر علينا كثير، لأننا نعتقد أن اليمن تستحق أن يكون لها دولة. هذه الدولة تكرس من أجل المواطن، دولة المواطنة تكسر الاحتكار الثروة والسلطة. لكن هناك من سيقول أستاذ عدنان يعني أن حينما تكون الأحداث في مصلحة الحزب يعني يتماشى معه، وحين تتعارض معه يثور ضدها ويوقف أو يعرقل يعني مسارها. نحن نمتلك تجربة بشرية ويعني يعتريها الصواب والخطأ، لكن إلى الآن نحن وقفنا ضد الانقلاب، وكان هذا الوقوف من أجل الشعب يعني في صف الشعب، ونقف في وجه أي مشروع آخر يعني يهدد الشرعية، يهدد الدولة الوطنية، يهدد تماسك البلد. وهذا الأمر لا أظنه يتناقض مع مطالب الشعب أو ما يريده الشعب، سواء المواطنين في المحافظة الشمالية أو في المحافظة الجنوبية. موضوع كسر احتكار السلطة والثروة اقتضى فعلا أن نذهب نحو الفيدرالية. الفيدرالية هو أن يمنح نكسر المركزية في المركزية التي استثمرت كل الطاقات والثروات وأيضا السلطة لصالح فئة أو منطقة. هذا الأمر كان لابد من إعادة النظر فيه، ومن أجل إعادة توزيع الرأسمال أو السلطة العامة على مجموعة اليمنيين في المحليات، وأن تصبح السلطة المركزية أو السلطة العامة سلطة الدولة هي إنما هي ضامنة لهذه الحالة. من حق المواطن اليمني أن يجد الاستقرار، من حقه أن يجد متطلبات حياته الضرورية، وأظن أن هذا الأمر لن يكون أبدا بإسقاط الحالة السياسية وتدمير الأحزاب أبدا. هذا الأمر إسقاط الحالة السياسية أو استهداف الأحزاب هو طريق للشمولية، والشمولية لا يمكن أن تأتي بخير للمجتمعات، إنما تبقى المجتمعات في هذه الحالة تابعة لفئة متحكمة بالقرار العام والسلطة. نعم أستاذ عدنان، يعني الإصلاح بين عاصمتين مختلفتين ومدينتين صنعاء وعدن، ذات السيناريو هجوم ضد هذا الحزب وإن اختلفت القوى، ما هي الفروق برأيك؟ نحن نعتبر أن الانقلاب سن سنة سيئة، وهو استهداف الحالة السياسية بدءا بإسقاط الحوار الوطني، ومن ثم إسقاط الحالة السياسية بكل تفاصيلها، سواء الأحزاب السياسية ومنظمة المجتمع المدني أو مؤسسات الإعلام في صنعاء. صنعاء خالية من كل المؤسسات المدنية والسياسية، وبالتالي الذهاب نحو تقليد الانقلاب في هذه الجزئية في عدن، ونحن لا نشك أنها أدوات، هذا يجعلنا
يعني نميل إلى أن هذه الأدوات هي أدوات صالح التي تفعل هذا الفعل. هذه الأدوات بالتأكيد هذه الأدوات لا تذهب نحو تلبية مصالح المواطنين في عدن أو في الضالع أو في أبيان أو في تعز أو في أي مكان. لا يمكن أن تنتمي للمطالب العامة التي خرج من أجلها المواطن الذي يريد كهرباء وغاز ويريد استقرار وأمن. لا يمكن إسقاط الحالة، يعني هذا السلوك لا يمكن أن يأتي يعني بالخير للمواطنين، ولا يمكن أن يجلب لهم خدمات ولا رفاه اقتصادي ولا أمن ولا استقرار سياسي. نعم، لكن أستاذ عدنان، يعني هناك من يقول بأن لكم دور سلبي يعني فيما تتعرضون له، حتى على مستوى يعني لا تضعون ما تعرضتم له على الطاولة أمام الحكومة الشرعية، أو لو حتى يعني أمام التحالف هناك ضغوطات شديدة عليكم، وأنتم يعني شريك فاعل في العملية السياسية، شريك فاعل في المقاومة أيضا ضد الانقلاب، ولكن كثير من التهم توجه ضدكم ويعني لا يكون هناك رد فعل حقيقي. وإن كان لنا يعني من عيب فهو أننا يعني نتنازل عن حقوقنا كثيرا. تجمع اليمين للإصلاح يعني تم إلحاق الحكومة حكومة التوافق الوطني بالحزب بالإصلاح، رغم أن الحزب كان مشارك مع بقية الأحزاب السياسية. نعم، ربما لم يكن لديكم الوزارة. ومع ذلك لم يحصل أن التجمع اليمين للإصلاح اعتدى على صحيفة أو حرض على صحفي أو سجن أو اختطف. لم يحصل أن التجمع اليمين للإصلاح هدف كيانا سياسيا في أي مكان يتواجد فيه التجمع اليمين للإصلاح. هل من صحفي تعرض، يعني هل من مؤسسة سياسية أو حزبية تعرضت على لتحريض التجمع اليمين للإصلاح؟ بالعكس، دائما نقول أن لغة التحريض لا يمكن أن تنتج لنا استقرارا. دعونا نتشارك، اليمن لا يمكن أن تحكمها فئة، السلطة في اليمن لا يمكن أن تتحمل أعباءها حزب، تحتاج إلى شراكة لمدة ربع قرن أو أكثر. نعم، هي عبء أكثر منها يعني. فهذا المنطق هو الذي يعني هذا المنهج هو الذي سار عليه التجمع اليمين للإصلاح منذ البدايات. يعني لنا أخطاؤنا بالتأكيد مثل بقية الأحزاب، لكننا في الحقيقة لا يمكن أن يجد خصومنا حتى الذين يحرضون ضدنا حادثة واحدة استطاع أن يأخذوا على التجمع اليمين للإصلاح، أنه مثلا أحرق مقر حزب أو حرض على إحراق مقر حزب. نحن نتحدث على تجربة سياسية، هذه التجربة السياسية كنا فيها شركاء مع بقية الأطراف وكنا دعم أساسية من خلال تكتل اللقاء المشترك. تكتل اللقاء المشترك كشف عن حزب سياسي يمني يغلب المصلحة العامة ويراعي الشراكة الوطنية ولا يمكن أن يستأثر. كان الدعم الأساسي للقاء المشترك، ومع ذلك كنا نسخر كل أدواتنا لصالح القرار الذي يصدر من اللقاء المشترك دون أن نسيطر على هذا القرار أو نوجهه. الكل كانت القيادة تدور داخل اللقاء المشترك كل 6 أشهر مع حزب سياسي، والإصلاح واحد من هذه الأحزاب التي يستلم القيادة، ومع ذلك كنا أكثر أدوات، وهذه الأدوات نضعها في تحت سيطرة اللقاء المشترك. اسمح لنا أستاذ عدنان أن نشرك معنا في هذا الحوار الأستاذ خالد اللبود الناشط السياسي من عدن. مساء الخير أستاذ خالد. أيوة مساء الخير. أهلا بك، مساء النور. أستاذ خالد، يعني ما حصل في عدن من استهداف لحزب الإصلاح، هل يعكس توجه لفصيل بعينه أم هو توجه عام وواسع في عدن؟ أولا نحن نعلن تضامننا مع الإخوة في التجمع اليمني للإصلاح لما تعرضوا له يوم أمس من إحراق مقرهم في كريتر، ونرفض هذا الفعل طبعا رفض مطلق. وكما ألمنا من قبل في 94 ما تعرض له بعد الحرب مقرات الحزب الاشتراكي من اعتداءات ومن الطرف المنتصر حينها في تلك الفترة، ألمنا أيضا يوم أمس ما حدث لمقر حزب الإصلاح. ونعتقد أن هذا ليس استهداف لحزب الإصلاح منفرد، بل هو استهداف للعملية السياسية بشكل عام. نعم، بهذا الاستهداف للعملية السياسية أستاذ خالد، هل نستطيع القول أن يعني عدن المدينة المفتوحة والمتعددة للجميع هل بدأت تلوح في أفقها ملامح الشمولية والتطرف الجهوي السياسي؟ تقريبا عدن تجاوزت في يوم 4 مايو أو يوم أمس الأول تجاوزت نقطة كبيرة جدا، ونشكر الإخوة في الحراك الجنوبي على تجاوزهم حالة الاحتقان التي كانت حاضرة بإعلانهم تشكيل مكون سياسي، ونتمنى أن تكون هذه بداية لهم
للمشاركة في العمل السياسي الحقيقي تحت مظلة الشرعية وفي ظل عمل سياسي مشترك للكل لما يخدم الكل. حالة العودة إلى الشمولية مرفوضة سواء كانت تحت تعبية حزبية أو تحت تعبية شعبوية. ما يحدث اليوم هو تذكير بأن حالة الانفراد التي حاول أن ينفرد التي حاول أن يسير بها الانقلاب في صنعاء لا يمكن تكرارها في أي منطقة أخرى. حالة الانفراد التي أبدأ بها الحوثيين في ما بعد 21 سبتمبر في صنعاء هي درس للجميع، ليست للحوثيين فقط، للجميع، أن من سيحاول الخروج عن الإجماع الكل سيقف الكل ضده. فنتمنى من الجميع أن نعود جميعا إلى العملية السياسية وأن نعود ونتمنى من الشرعية أيضا أن تستغل هذه الفرصة وفرصة عودة المحافظ الجديد أو دخول المحافظ الجديد إلى عدن لتفعيل العملية السياسية انطلاقا من عدن. نعم. طيب أستاذ خالد، يعني من المستفيد من هذه الأحداث؟ يعني حالة شيطنة حزب سياسي، قضاء على تعددية سياسية، أو يعني هجوم للحالة السياسية في البلد سواء داخليا أو خارجيا، من سيستفيد من هذه التصرفات؟ نعتقد أن كل الانفلات، كل حتى سوء الخدمات في المناطق المحررة لا يخدم إلا الانقلاب. نتمنى أن ندرك جميعا نحن من المتواجدين في المناطق المحررة أهمية تعاوننا جميعا حتى نتجاوز الوضع الحالي. اختلافنا فيما بيننا البين لن يؤدي إلى أن ينجح أحدنا، بل سنفشل جميعا. نتمنى أن ندرك أهمية أن نتعاون في عمل سياسي حقيقي، في إعادة تشكيل مخرجات الحوار الوطني على شكل خارطة طريق نستطيع أن نخرج بها جميعا إلى بر الأمان. نعم أستاذ خالد، بعد وصول المحافظ الجديد إلى عدن، هل تتوقع يعني هدوء الأوضاع ومحاولة يعني أو حضور الدولة كحامي سياسي وقانوني للجميع؟ بالنسبة لموضوع الهدوء، أعتقد أن الدور الذي قام به المحافظ اللواء عيدروس الزبيدي من تثبيت الأمن في عدن كان دور عظيم جدا، ما أعتقد أنه كان أي طرف آخر يستطيع أن يقوم به. نتمنى أن يأتي المحافظ الجديد الأستاذ عبد العزيز المفلحي لمواصلة الجهود التي بذلها المحافظ السابق وتجاوز الموضوع الأمني والبدء بالعمل الخدماتي. اليوم المواطن في عدن ينظر إلى أهمية توفير الكهرباء. الآن أنا أتحدث مع سيدتي والكهرباء عندي طافية في مدينة التواي. المواطن ينظر إلى أمور بقدر ما يهمه الأمن، يهمه أيضا الخدمات، يهمه الرواتب، يهمه تيسير العملية التعليمية، يهمه الكثير من الأمور التي نتمنى أن ينجح المحافظة الجديد فيها. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الناشط السياسي خالد اللبود، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ عدنان. أستاذ عدنان، يعني تعقيبا على سؤالي للأستاذ خالد، من المستفيد فعلا من حالة شيطنة حزب سياسي، من حالة هجوم على حالة سياسية في البلد سواء داخليا أو خارجيا؟ المستفيد هو الانقلاب وجماعة العنف والإرهاب، هذا داخليا. إذا ما يعني نحن تأملنا الصورة لليمن بدون أحزاب سياسية، نعم، كيف سيكون وضع اليمن؟ لن يكون هناك إلا عصابات خارجة عن القانون وجماعة عنف وإرهاب هي التي تملأ السحابة بعد خلوها من الأحزاب السياسية، هي المستفيد الثاني بعد الانقلاب. الانقلاب في الحقيقة لا يريد حالة سياسية وطنية، الانقلاب يريد حالة يمنية متشظية. الانقلاب ولو اضطر أن يحكم محافظة واحدة بعد أن تتشظى اليمن، أو لجزأ اليمن من أجل أن يحكم محافظة واحدة سواء الحوثيين أو صالح، لا يهمهم وحدة النسيج الاجتماعي، ولا يهمهم أن يكون لليمنيين دولة وطنية ترعاهم وتحميهم وترعى مصالحهم في الداخل والخارج. في الحقيقة الوضع مخيف جدا في إذا ما استمرت عملية الاستهداف السياسي للأحزاب، الاستهداف للأحزاب والتحريض على الأحزاب السياسية. ما الذي سيبقى للتنظيم الشعبي الناصري وللحزب الاشتراكي اليمني وللتجمع اليمني للإصلاح؟ إذا صارت يعني هناك لدينا حالة أن الأحزاب تتراجع إلى الدوائر الصغيرة وإلى المحافظات والمكونات المحلية وتنسى الفضاء الوطني، تترك الفضاء الوطني، ما الذي سيبقى؟ ستتحول إلى قبائل وعشائر. يعني سيبقى الناصري حزب في تعز، ويبقى التجمع اليمني للإصلاح حزب في مارب، ويبقى الحزب الاشتراكي ما هذا وضع مخيف.
يعني إذا ما بعد يعني يفترض أن يكون للبلد مؤسسات سيادية تضمن تماسكها، وأيضا مؤسسات سياسية ومجتمعية أيضا تضمن تماسكها وتماسك النسيج الاجتماعي. سنصبح قد نسقط الانقلاب لكن سنصير إلى دويلات، وهذه الدويلات لن تستقر أبدا إلا بأن تتناحر مع بعضها، ولن تستقر إلا يعني سندخل حالة من الفوضى. أما على المستوى الإقليمي المتضرر الكبير هو التحالف العربي، التحالف العربي الذي تدخل في اليمن من أجل مواجهة إيران، إيران هي التي تستثمر في عملية الفوضى في اليمن، وبالتالي فإن ترك اليمن لهذه الجماعات الفوضوية هو هزيمة قبل انتهاء الحرب، هزيمة للتحالف العربي. التحالف العربي معني جدا بأن يدعم الدولة وبنفس الوقت يدعم تماسك المجتمع، لأنه لن يستطيع اليمنيون مواجهة هذه الحالة إلا متماسكين، وبالتالي أي حالة تمزيق، أي حالة ميليشوية أو عصبوية أو حالة تمزيق للقوى الاجتماعية في اليمن وتراجع الأطر الوطنية هو لمصلحة المشروع الإيراني، المشروع الإيراني يستثمر في الشمال والجنوب في كل مكان. ولن نستطيع الخروج منها، وهذا في الحقيقة أنا أعيد التذكير أن صالح يعني هو المستفيد الأكبر مع جماعة الحوثي وله أدواته حتى في المناطق المحررة. لا يجب على الحراك الوطني، أنا أناشدهم، لا يجب أن يتورطوا في منطقة صالح هو اللاعب فيها، يجب أن يدينوا هذا الفعل، هم مطالبون أن يدينوا فعل حتى يتبرؤوا من صالح. صالح يحاول أن يجر المناطق المحررة إلى صراعات لا تستقر حتى لا تنتقل عملية التحرير إلى صنعاء. نعم أستاذ، يعني لو حاولنا أن نشاهد الصورة هكذا بشكل عام، يعني منذ الانقلاب تم اختطاف كوادر الإصلاح، تم إغلاق المقرات ونهبها وتدميرها تماما، ملاحقة أي شخص ينتمي للحزب، وأصبح ربما تهمة يخيفون بها الآخر انتماء لحزب الإصلاح، في ظل هجوم إعلامي واضح من صالح في أكثر من مرة، من عبد الملك الحوثي في أكثر من مرة، في الوقت ذاته لا نجد أي يعني ردود فعل حقيقية من قبل الحزب. يعني ربما أنت أشرت أن أكبر عيوبكم هو السكوت عن حقوقكم، ولكن يعني ما الذي في بال حزب الإصلاح للقادم؟ يعني كيف يمكن أن ترسموا الصورة للغد بهذا الشكل المتشدد، خاصة أنه تقول أن يعني هناك انسحاب إلى محافظة معينة، كل حزب ينسحب إلى محافظة معينة، وهذه إشكالية حقيقية. يعني أنا لو سألتك لماذا هذا الموقف من الانقلاب وبعض الجماعات الصغيرة، لماذا؟ يعني لو أن التجمع اليمني للإصلاح قبل بالانقلاب، أو أنه تساوق مع الحالة الانقلابية، لما لاقى هذا المصير؟ نحن الموقف مننا لأننا فعلا مع الدولة اليمنية وضد المشاريع الصغيرة، ضد مشروع أن تتمزق اليمن إلى طوائف، ضد مشروع بقية الأحزاب كانت ضد مشروع هم يعلموا أن التجمع اليمني للإصلاح محرك فاعل، وأن الشرعية لا تستطيع أن تقوم على قدميها إلا بوجود التجمع اليمني للإصلاح معها أو كأحد أهم المحركات التي المساندة للشرعية، وبالتالي هم يستهدفوننا لأننا مع الشرعية، لو لم نكن مع الشرعية لم يستهدفونا. يعني دعني أقف عند جملتك، يعني حزب الإصلاح محرك فاعل في وجود الشرعية، وربما هذه إحدى التهم التي رمي يعني بكم فيها، يعني في بعض التصريحات الإعلامية، أنكم تقفون عائقا أمام مسيرة التنمية في عدن. أسمع منك الإجابة بعد الفاصل. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. أستاذ عدنان، كنت سألتك قبل الفاصل عن دوركم الحقيقي في الشرعية، أنت قلت بأنكم محرك فاعل في الشرعية، وربما هذه إشارة لما تم اتهامكم بأن أنكم يعني ربما تحركون الشرعية كيفما تريدون كيف تريدون. يعني وبالتالي فإن طبيعة دورنا، طبيعة ردنا على هذا التحريض والهجوم علينا، هو أننا نرد بالشكل الذي يعيد لليمنيين دولتهم. نحن لسنا مع الشرعية لأن عبد ربه ضد صالح وقريب من حزب التجمع اليمني للإصلاح، لا، لأن وجود الدولة ضرورة من الضرورات التي يجب أن يخرج بها هذا الجيل، أن ينجزها هذا الجيل بشكل مكتمل. لا يمكن أن تظل الأجيال تتلاحق ونحن بدون دولة. دولة، هذه الدولة لليمنيين جميعا، ليست محتكرة لا لليمين ولا لليسار، لا للشرق ولا ليس لا للمذهب الفلاني ولا لا للمناطق، هذه دولة اليمنيين كلهم، يصبح فيها المواطن موطن القرار العام.
هذا هو الرد الذي نرد به، يعني لسنا معنيين بأن نخوض حروبا صغيرة مع هذا أو ذاك، إنما الرد هو أن نكرس كل جهودنا من أجل فعلا تثبيت حال وجود دولة يمنية، وبالتالي كل الطاقة التي نمتلكها الآن هي نسخرها من أجل هذا الهدف، وهذا هو الرد الذي نرد به. لن نرد بأن نخوض صراعات مع أي كان، سنرد بموقف صلب من أجل اليمنيين وأن يكون لهم دولة. نعم، رفضكم لأي مبادرة تقدم لخروج البلد بحل سياسي كما يقال، هل هو أحد الردود أيضا؟ تجمع لما يصلح جزء من تحالف الشرعي، وبالتالي هو لا يتفاوض بشكل منفرد مع أي كان، ولكن يعني قلت أنكم محرك فاعل داخل طبعاً الشرعية. إحنا قد تقول إحنا مساندين للشرعية، رغم أننا في المناصب نكاد نكون أقلية في المناصب العليا للدورة. نعم أستاذ عدنان، يعني هذه المعارك الجانبية والتي تظهر في المناطق المحررة يعني أمور يؤسف عليها أن تكون هذه يعني أن تحدث في مناطق محررة يفترض أن تسعى للبناء والتنمية، ما هو أثرها على المقاومة على استعادة الدولة؟ بلا شك أنها تضر يعني جبهة التحرير الوطني التي يعني تواجه الانقلاب. الإمامة لا يمكن أن نواجهها متفرقين، كلما تفرقنا كلما تمكنت الإمامة أو وجدت فرصة للتوسع. توحد اليمنيين في كل مناطقهم هو الذي سيجعل من حلم الدولة أمرا ممكنا وغير مستحيل، وبالتالي فإن إثارة هذا ما يجعلنا أشك في أن كثير من المشكلات التي تحدث وراءها الانقلاب هو المستفيد الأكثر، خاصة أن كثير من رجال الصالح ما زالت موجودة في بعض المناطق المحررة، وهنا يفترض بأجهزة الدولة فعلا أن نعم يعني السؤال هنا، ما هو دور أجهزة الدولة؟ يعني إذا لم تستطع حماية حزب سياسي عريق يقف مساندا لها في منطقة هي تعتبر تحت إدارته، أين سيكون دورها؟ هو في الحقيقة هذه إهانة في الحقيقة توجه للشرعية، هذه العملية بحد ذاتها استهداف المقر الإصلاح هي إهانة للشرعية، وهي حادثة تريد أن تقول للعالم بأن الاستقرار موجود في صنعاء وليس موجود في عدن، وأن القيادة الموجودة في عدن غير جديرة بأن تكون شريكة أو تحظى بالدعم العالم، هذا ما تريد أن تقوله هذه الحادثة، هو استهداف للشرعية، وبالتالي تلكؤ القوى السياسية من أن يصدر عنها موقف إلى الآن وفي الحقيقة حالة استغرب لها، على اعتبار أنه في قصر نظر ويتعامل مع الموضوع وكأنه يعني حادثة عابرة تمت هنا، هي المنظومة كلها يتم تهديدها بهذه الطريقة، الشرعية نفسها نحن كلنا في هذا المركب، والتهديد لهذا المركب يعني التهديد لنا جميعا، المسألة ليست لأنه هذا طارف في طرف المركب يستهدف المركب كله، وقد قيل يعني في صنعاء وهي درس بالغ يعني العبرة، نحن سنستهدف الإصلاح، وبعض الناس يعني أعجبهم هذا الصوت ويعني تساوقوا معه، وبعض الأحيان يعني تماشوا معه وأيدوه في بعض، وهنا والنتيجة أن كل يمني يعني ذاق من هذا الشر، وصله من هذا الشر نصيب. نعم. يعني إلى حد الأسر والبيوت، كل معظم الأسر في قتيل جريح، فقدوا على الأقل فقدوا رواتبهم أو طيب أستاذ عدنان، يعني هناك مزاج جنوبي لا يمكن نكرانه يرفض حزب الإصلاح، مغذى وممول بهذه الكيفية وبهذه الصورة أن يظل ضد حزب الإصلاح، ومع ذلك نجد أيضا سكوت وعدم وجود رد فعل لا من الحزب ولا من الشرعية. والله دائما نقول نحن في التجمع لمن الإصلاح نراهن على الديمقراطية، إذا رفضنا الشعب، نحن الحزب الوحيد في اليمن على فكرة الذي وصل إلى السلطة بالانتخابات بصندوق الانتخابات وغادرها بعد نتائج الانتخابات، لا يوجد حزب سياسي يمني وصل إلى السلطة بالانتخابات وغادر السلطة بالانتخابات، وصلنا في 2000 في 93 إلى السلطة بالانتخابات وفي 97 غادرناها إثر عملية انتخابية، نحن نراهن على صوت الكرنتال الانتخابي لا صوت الرصاص، وبالتالي لتأتي المرحلة لتستقر الدولة وتأتي المرحلة العودة إلى الشعب كحكم أعلى ومرجعية عليا في تقرير من يحكم البلد، ونحن نسلم بهذه النتيجة مع استدراكنا الدائم هو أنه أياً كان حتى لو حصل التجمع العلمي للإصلاح على الأغلبية لن يستطيع أن يحكم لا هو ولا المؤتمر ولا الحزب الاشتراكي ولا أياً كان من الأعزاء.
الأحزاب، وبالتالي لابد من شراكة حتى مع بعد نتائج الانتخابات. ومع ذلك نحن نقول يعني إذا كنتم فعلا تريدون حتى ولو أردت في مديرية من المديريات أن تنشئ دولة، ما طبيعة هذه الدولة؟ هل هي للشعب في هذه المديرية أم لك أنت؟ إن كانت للشعب فأنت يجب أن تحترم قواعد العمل السياسي والتعددية السياسية حتى ولو في مديرية من المديريات. فكيف بمن يريد أن يسوء يعني أن يقود الشعب نحو المستقبل؟ يجب أن يحترم قواعد العمل السياسي. التحريض هذا ليس استخدام العنف والاستقواء بالسلاح، لا يمكن أن ينسجم مع مطلب دولة ديمقراطية، لا يمكن. وبالتالي شوف مطلب الديمقراطية مطلب صار يعني غائب ويعيش وفي غربة في الخطاب السياسي اليمني، وكأننا نريد أن نطمر إرث نضال استمر لقرابة قرن من الزمن. نريد جمهورية، الجمهورية معناه في اليمن الجمهورية معناه أن يكون الحكم للشعب، هذا هو معنى الجمهورية، وبما لا يهدد أمن الإقليم. لا نريد جمهورية نصدر فيها ثورة مثل إيران، لا نريد، ولا نريد أن ندخل في صراع إقليمي أبدا. الجمهورية في اليمن تعني أن يحكم الشعب دون أن يكون مهددا لأمن جيرانه. نعم، أستاذ عدنان ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ نبيل بيضاني الناشط السياسي من السويد. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء الخير أختي وشكرا للاستضافة وأهلا أخي عدنان. أهلا بك أستاذ نبيل. يعني استهداف مقرات الأحزاب السياسية باعتبارها مراكز مدنية، ما الذي يشكله من مخاطر على الحياة المدنية والسياسية في اليمن؟ بلا نقاش أنه لا يمكن عملية سياسية بدون استقرار. الاستقرار هو الأهم في أي أهداف، سواء كان عامة أو خاصة أو حتى في أي بيئة. إن لم يكن هنالك استقرار في البلد لا يستطيع مطلقا أن تقوم بأي عملية سياسية. ما ألاحظ الآن أنه هناك أن هذه الجريمة، وتعتبر هي جريمة بحد ذاتها، أتت وفق سلطة موجودة وتتحملها، لا يتحملها الحراك ولا يتحملها الآخرين، وإنما تتحملها الدولة الفاعلة والغطاء الدولي الموجود أيضا في عدن. لا يستطيع مطلقا أحدهم يتكلم فقط عن الحراك أنه من قام بذلك، لكننا يجب أن نتحدث عن الشرعية وعن أدواتها في اليمن وعن دول التحالف التي تدعمها. هذه هي الذي أعتقد أنه الأهم في الأمر. نعم، هل نحن أمام استهداف ممنهج للحالة السياسية والمدنية على غرار ما حصل في صنعاء؟ لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أنها جزء من الممحكات السياسية بين الفرقاء. يعني للأسف حتى اللحظة يعرف كثير من الفاعلين أن هذه القوى الآن الفاعلة في عدن هي قوى تظن بأنها تستطيع أن تصل للإقليم أو لدول الإقليم عن طريق استهداف الإصلاح. تقدم نفسها كما حصل الآن ويحصل الآن في صنعاء. الحوثي يقوم باستهداف شباب الإصلاح الناشطين ويدخلهم السجون والمعتقلات لكي يصور نفسه ورقة جيدة للعالم. الآن للأسف لا أقول الحراك لأني سأضرب من الحراك، لكن أعتقد القوى الظالمة الآن والقوى المخطئة في عدن تقوم بعملية استهداف الإصلاح لترسل رسائل إلى دول لبعض دول الإقليم بأنها بديل جيد وأنها تستطيع أن تدمر الفصيلة الإسلامية المستهدف دائما من كل العالم. هذه اللغة متعارف عليها، لكنها ليست المشكلة في ذلك. المشكلة في الاتجاه الآخر أيضا، ما هو تصرف الإصلاح القادم؟ ما الذي سيفعل الإصلاح هو التساؤل الأهم. نعم، دع يعني ابقى معي قليلا أستاذ نبيل، أنقل سؤالك هذا والذي سألته ربما للأستاذ عدنان. أستاذ عدنان، يعني ما هو القادم فعلا بالنسبة لحزب الإصلاح في ظل يعني هذا الهجوم، ردة الفعل يعني الهادئة بالنسبة للحزب، ولكن ما هي الصورة القادمة لكم في البلد؟ هو يعني مثل ما ذكر الأخ نبيل أن المطلوب من التجمع اليمني للإصلاح لا يخوض في صراعات مع لا مع الحراك ولا مع الأطراف هذه الموجودة في عدن أو في غيرها. هناك دولة يفترض بالتجمع اليمني للإصلاح أن يستخدم كل ثقلها من أجل فعلا أن تقوم هذه الدولة، وخاصة وأنه جزء أساسي في هذا التحالف، تحالف الشرعية، أن تقوم بمهامها. الأجهزة الأمنية يجب أن تنشأ أولا وطنية، يفترض بكل الأحزاب السياسية أن تكف عن طلب المحاصصات وأن تشترط بصناعة بأن تشترط في إنشاء هذه الأجهزة أن تقوم على أسس وطنية، أن تقوم على أسس وطنية سواء في بنيتها أو في أهدافها. هذا الأمر سيكون ضامن رئيسي ليس لأمن التجمع اليمني للإصلاح بل للحالة السياسية بشكل عام. أظن الاستثمار في هذا الجانب أن يحصل إعادة تقييم
لمؤسسات الشرعية سواء من حيث بنيتها وكيف أنشئت وأيضا من حيث وظيفتها. لا يفترض أن ننشئ مؤسسة عسكرية مناطقية في مأرب أو في جيش في عدن أو في جيش في مأرب وجيش في تعز، هذه الحالة فعلا لن تقودنا إلى بناء دولة. يعني لا نتحدث الآن على أمن خاص بالتجمع اليمني للإصلاح، بل على أمن اليمن كلها. أمن اليمن كلها يقتضي فعلا أن يتم إنشاء هذه المؤسسات على أسس وطنية، وأن يطلب منها أن تقوم أن تمارس دورها باعتبارها الضامن للحالة السياسية، ومنها التجمع اليمني للإصلاح كحزب سياسي موجود في الساحة. نعم أستاذ نبيل، كيف تقيم ردة فعل حزب الإصلاح في هذه الحادثة أو في غيرها؟ يعني خاصة نحن استمعنا للأستاذ عدنان يعني يقول بأن عدم الرد هو ما يقومون به في كل هذه المضايقات التي تحدث للحزب، ما رأيك؟ للأسف عقلانية الإصلاح الزائدة هي من تعطي الفرصة لهؤلاء بأن يقوموا بهذه الأعمال. يعني حتى اللحظة للأسف لا يوجد أدوات لدى الإصلاح جيدة في التعامل مع هذه الأمور. الاستهداف لم يكن الأول في نوعه ولم يكن الأخير. سيستهدف الإصلاح من الآن حتى أن ما الذي عليهم فعله أستاذ يعني نبيل؟ يعني قلت عقلانية الإصلاح الزائدة، هل عليهم أن يتخلوا عن بعض هذا العقل؟ لا أقصد أنه لكن عندما أتوقع تحركاتك وأعرف تماما بأن لديك كما يقولوا يعني أنك قابلة بكل ما يحصل إليك، فهنا تكبر المشكلة فيك. يجب أن يقوم الإصلاح بعملية واضحة في وضع الأوراق لدى النفوذ الدولي ولدى أيضا الحكومة اليمنية. لا ينبغي مطلقا هذا التعامل حتى اللحظة بهذا الشكل. هنالك مشكلة حقيقة بيئية خارج الإصلاح، ومشكلة أيضا من داخل الإصلاح بطريقة تعامل قيادات الإصلاح مع هذه الأوراق. لا ينبغي مطلقا أن يكون للإصلاح حتى اللحظة أكثر من 30 أو 40 سنة لهذه الحركة التي اليمنية السياسية أن تقوم بهذا الهدوء والرتم، نفس الرتم الذي الإصلاح يعمل بطريقة هادئة بقوة كامنة، لا يتحرك إلا حول القوى النفوذ. هذه المشكلة التي يعاني منها الإصلاح يجب أن ينزل إلى الشعب ويفتح المواضيع بطريقة أكبر. يجب أن تتوسع عمليات اللجان، يجب أن يتحدث الإصلاح للشعب، يجب أن يخرج من الغرف المغلقة وأن يوصل حديثه ومظلوميته للناس. لا ينبغي مطلقا أن يكون لدينا الآن كإصلاحيين في سجون الانقلاب وفي سجون حضرموت وفي سجون عدن شباب من الإصلاح ولا نستطيع أن نتحدث عنهم. لا ينبغي مطلقا أن نصمت أو لا نتحرك دوليا في أن هنالك مظلومين ومقهورين ومقتولين ومعدومين. لا ينبغي مطلقا على هذه القيادة وعلى أيضا الشرعية أن تتعامل مع شباب الإصلاح عبارة عن مخزون من الشهداء. لا ينبغي مطلقا أن ينظر إلى الإصلاح أنه شخص رخيص يقدم روحه للبلد ولا يستطيع مطلقا أن يوجد له حل حتى ولو بسيط في حفظ الدماء. نحن لدينا مشكلة الآن في قيادة الإصلاح وفي قيادة التحالف بأن الجميع يتعامل بطريقة التعامل مع أصحاب النفوذ ومع أصحاب السلطة وإنكار ما تحت. الأرض مليئة بالمعتقلات، مليئة بالشباب الإصلاحيين. سيقتل الآن من شباب الإصلاح أكثر من 36 شخص في صنعاء ولا يتحرك أحد في العالم، بل حتى هذه القيادة قيادة الإصلاح لا تتحرك مطلقا للمطالبة بأن هؤلاء عبارة عن أبرياء. هذا هو التساؤل الأهم، لماذا لا تتحرك الشرعية ولماذا لا يتحرك الإصلاح بقيادته الموجودة لعمل شيء لهؤلاء المواطنين؟ المشكلة التي نعانيها الحقيقة أن الإصلاح دائما يتحرك في إطار النفوذ والسلطة ويتحرك بعقلانية زائدة حتى يعرف الآخر ويتوقع تحركه. لو غدا تم حتى إدخال أي إصلاحين إلى السجون لن تتحرك القيادة، لن يفعل شيء. هذا خطأ كبير يجب أن يفعلوا فيه شيء. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البيضاني الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من السويد. كيف ترد أستاذ عدنان؟ يعني هناك عقلية زائدة، هناك يعني عدم معرفة قيادة الإصلاح في التعامل مع الأوراق الدولية ومع الشرعية، أيضا هدوء ورتم محدد، رغم هناك قوة كامنة لديكم لكنها لا تتحرك إلا ضمن دائرة النفوذ كما تفضل. جملة شباب الإصلاح بالنسبة لكم عبارة عن مخزون للشهداء لا تتحركوا لأجلهم، فكيف ترد؟ والله أنا لا أحتاج أن أرد على كلام الأستاذ نبيل، لأن أنا أتفق يعني مع كثير ما قال، وإحنا بحاجة فعلا لإعادة هندسة علاقاتنا بالشرعية وبالتحالف. يعني في الحقيقة الصوت الإصلاحي المنبعث من الداخل صوت بدأ يعني يتعالى بأن
الألم الموجود داخل الإصلاح كبير ولا نستطيع أن نخفيه، يعني هناك ألم كبير وأنين داخل التجمع العلمي للإصلاح. نحن ندفع ثمن باهظ من أجل استقرار البلد، وهذا الثمن لا يفترض أن يقابل بالنكران من قبل الشرعية أو بالتجاهل بالطريقة التي تتم. يعني قبلنا بأن نخرج من معادلة أو المحصصة الصراع على المناصب، لكن في النهاية على الأرض أن نستهدف مثل هذا الاستهداف في المقرات، هذا صوت موجود داخل الإصلاح، وهناك مطالبات كبيرة لقيادة الإصلاح بأن تعيد هندسة العلاقات وترتيب الملفات في علاقتها مع الشرعية. وأعتقد أن التجمع العلمي للإصلاح سيجد نفسه مضطر في الحقيقة إلى اتخاذ بعض المواقف أو القرارات التي تتعلق بعلاقته بما لا يضر يعني بمسعى بناء الدولة بالتأكيد ومواجهة الانقلاب، لكن أيضا يعني من أجل فعلا ما يجري الآن هو لا يقودنا إلى تحقيق النتائج. ما أن تضع حزب سياسي يعني بهذا الحجم في حافة الهاوية، من يضعكم يعني؟ والله ألا تضعون أنفسكم نحن أنتم نحن الأفكار التي طرحها الأستاذ نبيل؟ نحن في النهاية نجد أنفسنا في مواجهة الانقلاب، لا نجد أنفسنا بغير، لكن نريد أن نبحث في شروط يعني سلامة هذه العملية، في شروط سلامة عملية الذهاب نحو المستقبل. المستقبل هذا مستقبل غامض، آلاف من شباب الإصلاح في كل الجبهات السياسية هذه يتساءلون إذا كنا اليوم نضحي بأنفسنا من أجل أن نذبح غدا، معادلة صعبة لا يمكن القبول بها. بالفعل نحن بحاجة أن نتخاطب مع الشرعية بلغة أخرى، يجب أن تطرح كل الملفات على الطاولة، يجب أن نتحدث بصوت عالي. هل سيحدث ذلك؟ وهناك يعني هو طبعا في تم شيء يجري من هذا النوع من هذا القبيل، لكن يجب أن يتطور هذا الأمر إلى موقف واضح، لأننا ندفع الكلفة من أجل البلد كلها ونقابل بنكران شديد جدا. محافظة تعز نحن فيها يعني نقدم فيها كثير من التضحيات، ومع ذلك تتعرض لضرب صنعاء وحصار إخواننا في نعم. رغم وجود أستاذ عدنان، رغم وجود يعني قياديين في حزب الإصلاح يعني كمستشارين لرئيس الجمهورية، ومع ذلك لم يستطيعوا أو تستطيعوا التأثير بالنسبة لكم يعني مدافع عن شبابكم، عن وجودكم، عن مقراتكم؟ بالنسبة للمناصب والوظائف، التجمع العلمي للإصلاح يرفض الحديث مع رئيس الجمهورية في هذا الأمر، على اعتبار أن هذا الأمر يثير لغطا كبيرا ويزعزع الشرعية ويدخلنا في صراعات وجدل لا طائل منه ولا منه فائدة. أما بالنسبة ليس كوظائف، لا أما بالنسبة تعانونه يعني، أما بالنسبة لما نواجهه في قلب المجتمع فأكثر من مرة طرح هذا الأمر، لكنه لا يلاقى الاستجابة التي تليق أو التي تتناسب مع حجم الاستهداف الذي نستهدف له نحن والحالة السياسية بشكل عام. نحن في صف الشرعية، لكن يجب أن تكون الشرعية أيضا مقدرة لهذا الاستفهام. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عدنان العديني، نائب رئيس دائرة الإعلام في حزب الإصلاح، كنت معنا في هذه الليلة من المساء اليمني. أشكر لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.